مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نرحب بكم في هذه الفقرة الميدانية الرائعة، الفقرة الجميلة التي نكتشف فيها المواهب لدى كافة الأطفال، فقرة المواهب من الميدان. خلونا نتعرف على الطفل اللي معانا اليوم ونشوف إيش الموهبة اللي تمتلكها. تعرف على اسمك؟ أسيل مروان الخلاقي. يا سلام عليك أسيل، إيش الموهبة اللي تمتلكينها وتبدعين فيها؟ نسوي تمثيل إعلانات. يعني ممثلة في إعلانات؟ يا سلام عليك. كم عدد الإعلانات تقريبا حاليا اللي سويتيها ومثلتي فيها؟ يمكن قريب سنة ونص. قصدك الفترة اللي بديتي فيها؟ يا سلام عليك. طيب تقريبا كم إعلانات شاركتي فيها؟ 5 6 4؟ يمكن كذا 5 6. 5 إعلانات. طيب إيش طموحك وحلمك يكون في التمثيل؟ يعني إلى أي مستوى تبغين توصلين؟ إن شاء الله أكون ممثلة كبيرة. يا سلام عليك، إن شاء الله تكوني أفضل ممثلة ونشوفك إن شاء الله في القمة. وهنا معنا جائزة يا أسيل من البرنامج مقدمة لك على حضورك ومشاركتك معنا، شكرا لك أسيل. مشاهدينا الأعزاء في هذه الفقرة مواهب من الميدان معنا أحد الأطفال الموهوبين، خلونا نتعرف عليه ونشوف إيش موهبته الفنية. نتعرف على اسمك الكريم؟ إبراهيم منيس الجريدي. إبراهيم في صف كم تدرس؟ في الصف 7 ابتدائي. طيب يا إبراهيم، إيش الموهبة الفنية اللي عندك؟ موهبتي يعني الرسم. تحب تميل للرسومات لإيش من نوع مثلا؟ رسومات المسلسلات الكرتونية. يا سلام. والمناظر الطبيعية. يا سلام عليك. أكيد عندك أفضل رسمة يعني رسمتها من بدايتك لما الحين، إيش الرسمة اللي المبرزة لك؟ رسمة لوفي. نشوفها. يا سلام، رويها الكاميرا، رسمة لوفي. طيب إيش الرسومات الثانية اللي معك؟ هي المناظر الطبيعية مثل هذه. هذه ايش؟ هذه قارب، منظر كذا يعني طبيعي. صراحة إبداع، كمية من الإبداع إبراهيم، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله والنجاح. ختام هذه الفقرة معنا جائزة مقدمة من البرنامج، هذه الجائزة، شكرا لك على حضورك معنا ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. تعرف على اسمك الكريم؟ محمد يازم من شيخ بكر. يا هلا وسهلا فيك محمد. محمد، مثل ما نشوف آلة الأورج قدامك باينك ما شاء الله متمرس في عزفها، متى كانت بدايتك في عزف آلة الأورج؟ قبل سنة ونص تقريبا. سنة وسنة ونص يعني تقريبا. من الأشخاص اللي ساندوك ودفعوا بك في تعلم عزف آلة الأورج؟ أبوي والله شجعنا ونصحنا يعني فيها. أبوك أكيد عازف؟ إيه. آلة الأورج ولا آلة ثانية؟ لا، البيانو. يا سلام. طيب حابين نسمع مقطوعة قصيرة خفيفة لطيفة من أناملك وتسمع كمان المشاهدين هذه المقطوعة. الله 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 عليك محمد، ايش العازف هذا الجميل. محمد، تتمنى طموحاتك يعني توصل الى ايش في العزف او تكون مثل من؟ زي ابوي. زي ابوي كل شيء زي ابوك يعني في العزف، ولا تبغى تكون احسن منه؟ احسن منه. طيب محمد، بمناسبه مشاركتك معنا هذه جائزه مقدمه من البرنامج، وشكرا لك، نتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا لك.